يلا المتابعين حياكم علي نازك على أصوله. باذنجان زيت وقطة في الفرن وتحمر وقشرة وفتحة ونزلة وفرمة. باذنجان زبادي ثم مهروس واخلط ملح وخليه على صوب سمنة لحم ويوزع ملح بهارات عثمانية من شركة بينار وهذه هي العلبة اللي استخدمتها وخلي اللحم على صوب باذنجان زبدة وغوص طبقوا هالوصفة وما بتروحون تركيا.